يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا السائل يقول: ما حكم تأخير الصلاة لعمل أو اجتماع قد ينتهي إلى الساعة 1:30 ظهرا، صلاة الظهر؟ إذا اقتضت المصلحة ذلك وكانوا جماعة فلا بأس، لأن وقت الظهر يمتد إلى دخول وقت صلاة العصر. لكن إذا كانوا قريبين من المسجد ينبغي أن يصلوا في المسجد مع الجماعة، مع جماعة المسجد. لكن إذا كانوا في دائرة حكومية أو مثلا في مدرسة أو نحو ذلك وكانوا جماعة، أو يعني في جهة من الجهات وكانوا جماعة وأرادوا أن يصلوا صلاة الظهر بعد انتهاء الاجتماع، والاجتماع في 1:30، فلا بأس بذلك، لأنهم صلوا صلاة الظهر في وقتها جماعة. نعم.